في إطار برنامج تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من توزيع وحدات المرحلة الأولى لمشروع مدينة شرق سترة. وصرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان بأن الوزارة قد أنهت كافة إجراءات توزيع الدفعة المخصصة للمرحلة الأولى لتوزيع المرحلة الأولى بمدينة شرق سترة، وأضاف أن الوزارة قامت خلال أيام التوزيع الماضية بإطلاع المستفيدين على تفاصيل مشروع المدينة وما يضمه المشروع من مرافق وخدمات صحية وتعليمية وتجارية ودور العبادة. ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الرئيسية التي أدرجتها الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن بناء 40,000 وحدة سكنية، كما يدخل المشروع في إطار جهود العمل تنفيذ الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة الحالي. بناء على أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، استقبلت الوزارة اليوم الدفعة الأخيرة من المستفيدين من مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني المرحلة الأولى، ولله الحمد عملية التوزيع تمت حسب الخطة الموضوعة، والوزارة إن شاء الله في الفترة القادمة راح تستمر في عملية توزيع في باقي المشاريع لتنفيذ أمر سمو ولي العهد. في البداية أحب أول شيء أشكر حكومة البحرين طبعا على رأسها جلالة الملك بالإضافة إلى ولي العهد اللي أمر بهاي المشروع، وطبعا شعوري شعور أي مواطن بحريني يعني كان ينطر هاي الفرصة، فالحمد لله والشكر جزيل إلى كل مسؤولين في وزارة الإسكان على رأسهم الوزير يعني وكل القائمين على هاي المشروع، والحمد لله يعني كانت الفرحة كلش عارمة يعني أول ما جانا الاتصال، والحمد لله إن شاء الله يعني كل شيء يتم على خير. والله شعوري طبعا لا يوصف، فرحان بصورة ما تصورينها، بالذات لما شفت الفرحة مرسومة على وجه العيال والعيال، هذا الشيء ما يتقدر بثمن صراحة.